مرحبا. طيور الزيبرا بتعيش وسط أستراليا وإندونيسيا وتم إدخالها لكوستاريكا والبرتغال مؤخراً. طيور الزيبرا بتفضل تكون قريبة من المي وهي من الطيور الأليفة يلي من الممكن أنها تتربى وتتدرب على بعض الحركات، فهي اجتماعية كتير وشجاعة ونشيطة. نرجع لأخبار أصناف. عم يكون صيفي حار وصحو ومستقر بشكل عام، بترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمة حار بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم تكمل بارتفاعها حتى عم تصير أعلى معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم تكون متقلبة لجنوبية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل لـ10 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 60-40%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 28 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون جونا صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 19-38 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة عم يكون طقسنا صح ومشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 20-37 درجة. بالقنيطرة درجات الحرارة عم بتسجل دنيا 17 العليا 33 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا لنشوف طقسنا كيف عم بيكون. كفي جو صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 22-39 درجة. أما كيف عم يكون الجو على الساحل بطرطوس واللاذقية رح ننتقل سوا لنشوف. كفي جو غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 23-30 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم توصل لل 31 وطقسنا مكفي غائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا مكفي غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حلب الدنيا 23 العليا 39 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية بمدينة الرقة. جونا عم بيكون سديمي، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 28-41 درجة. وبالحسكة الطقس عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل لل 41 أيضا. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 29 العليا 43 درجة، والطقس مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.